قل الله أعبد مخلصا له ديني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الذي يحكم بالتكفير على الشخص؟ الذي يحكم أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون الأحكام وينزلونها منازلها، ما هو بالعوام أو المتعالمون أو أهل الأهواء، إنما الذي يحكم بها لهم أهل العلم والبصيرة. نعم، يحكمون بكفر شخص بعد إيمانه لا بد من أهل العلم وأهل البصيرة. المعين لا بد من إقامة الحجة عليه عند القاضي، لأنه قد يكون له عذر، قد يكون متأولا، قد يكون لازم، ما يكفر المعين إلا عند القاضي في المحكمة الشرعية. أما العموم أن يقال من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا، من دعا غير الله، من أشرك بالله، من ذبح لغير الله فهو كافر، العموم نعم يكفر بالعموم، لكن المعين لا، ما يكفر إلا عند القاضي، لأنه ربما يكون له عذر، ربما يكون جاهلا، ربما يكون مكرها، ربما يكون له عذر، فلا بد من هذا عند الحاكم. قل الله أعبد مخلصا له ديني.